مدير إذاعة شام أف أم الإذاعة اللي بتحظى بشعبية كبيرة بسوريا الأستاذ سامر يوسف برحب فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بتلفزيون لنا بشام أف أم شكرا نحن اليوم بمقر الإذاعة بمكتبك مكتب شخصية محبوبة ومميزة عندها شعبية السوري الأصيل صديق فلسطين والعروبة إذا بدنا نحكي عن أمثلة اليوم بفلسطين هي الوحشية الإبادة احتلال صار له اكثر من 75 سنه كيف تنظر للامور كيف تقراها بالواقع يعني اللي عم بيصير غير مسبوق يمكن ب 48 صار بس ما ما كنا بنوعاله او شيء بس مو بهي الهمجيه المعلنه يعني على بس شاشات مباشر. بس مباشر يعني محرقه حقيقيه على انظار العالم اجمع وصمت مخزي من العالم المتحضر يفترض انه هن دعاة حقوق الانسان اللي عم بيصير هو ما بعرف يمكن يمكن اللغه العربيه تعجز ان تلاقي مصطلح يفي اللي عم بيصير حقه مجزره مروعه اجرام بترخيص دولي ما ما مسبوق ما صار انا بتتذكري انه صار هيك شيء على على شاشات الكاميرا نقل مباشر 24 ساعه فقط المستهدف اطفال ونساء بالدرجه الاولى ما ما هيك الكل ساكت الكل ساكت ما حدا عم يحكي بالعكس يعني بالبدايات شفتي شو شل شو اللي صار يعني كيف. كله إجا حج لعند نتنياهو كل زعماء العالم المتحضر بين قوسين بين 60 الف قوس يعني مو قوسين يعني اذا بدنا نسميه متحضر ما له علاقه بالحضاره الا بقشور الحضاره حتى آه. انكسرت هالصوره طبعا بس. طبعا بس للاسف هن الاغنى هن اللي, اللي بيملكوا آه كل المقومات حتى كل وسائل الاعلام اغلب وسائل الاعلام سوشيال ميديا بيملكوا كل شيء آه بس اللي اللي ما بيملكوا هو الحق والحق معنا والحق معنا والحق بده ينتصر مهما طال الزمن وشو رأيك طب مسؤوليه الاعلام اليوم تجاه القضيه الفلسطينيه بدعمها تسليط الضوء عليها هل برايك اعلامنا مقصر هلا يعني اعلامنا بشكل عام الاعلام السوري ما هو مقصر يعني اذا بدنا نحكي مثلا نحن انا بحكي كمدير اذا مسؤول عن شام اف ام ندعي انه ما قصرنا رغم انه شو ما انعمل قليل شو ما نعمل بخصوص هاي القضيه ولدعم هاي القضيه هو قليل ولكن الاعلام الرسمي يمكن يشتغل بس هون الامكانيات امكانيات محدوده موارد قليله يعني اكيد شو ما نعمل راح يبين قليل لانه اعلامنا الرسمي ما عنده الامكانيات <applause> اللازمه لتغطيه هذه القضيه، ما عنده امكانيات فتح بث مباشر على مدار الساعه، ما عنده امكانيه يكون عنده مراسلين بكل المناطق اللي عم بيصير فيها الاحداث، اكيد الحاله الماديه بتلعب دور، الاعلام الخاص بشكل عام مستقيل نسبيا اذا يعني. بدنا نقول، طبعا نحن اعلام خاص بس ما تبقى من وسائل اعلام خاصه ما حسيت الى ما عم تلعب دور, دور اللي ما, ما تلعبه. حسيت ما بعرف ان شاء الله يكون انا غلطان بس ما حسيت بهذا الدور شو السبب برايك يمكن بيشوفوا انه هنك اعلام خاص مو مو عليهم واجب او ما بعرف اماني ما بعرف يعني بس ما حسيته لهذا الشيء يعني بشكل عام يعني كاذاعات انه لما الدوله حددت على شهداء مشفى المعمداني حد كل الوسائل حدت كل وسائل الاعلام السوريه عامه وخاصه بس بعدها الغالبية رجع رجع, رجع نشاطه اليومي وما كأنه في شيء عم بيصير يعني هلا بفهمون انه الحياة بدأت تكفي بفهم حتى نحن بعد الهدنة الأولى رجعنا برامج نسبيا بس ضل الخبر الفلسطيني على هو على رأس الساعة م. يعني زدنا مواجز أخبارية ونشرات و... للتغطية وأخبارنا دائما هي المحور تبع الحرب على غزة الباقي بجوز ما 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 كثير بشوف انه هو فعال بهي القضيه او ما له دور ما بعرف او ما له معني ما فيني اقول عنهم بتعرفي شو انه ما له معني لانه كلياتنا معنيين اللي عم بصير بفلسطين او خليني اقول لك اللي صار بسوريا جزء كبير منه هو بسبب فلسطين والقضيه طبعا. الفلسطينيه طبعا. فانت كسوري ما فيك ما تكون معني ابدا ما بتقدر اذا انت سوري ما بتقدر ما تكون معني بالقضيه مم. طيب اذا بدنا نحكي اليوم عن هالمهنه الصحافه الاعلام اليوم يعني اللي عم نشوفها بفلسطين الابطال اللي عم ينقلوا لنا الخبر برايك هل هالمهنه بتستحق هالمخاطره؟ بتستحق الموت لاجلها؟ اذا ما بنستحق نموت لاجلها بنستحق نموت وطننا بيستحق نموت من اجله يعني المهنة ما فيك تفصيلية أنا كسوري ماني عم لما كانت الأحداث بسوريا أنا عم بشتغل مهنتي بس عم بشتغل كرمال بلدي كمان كرمال وطني يمكن ما في شيء عم تكون سوري نفس الشيء الفلسطيني اللي هلا بغزة عم بشتغل كرمال بلده كرمال ينقل وجع أهله وناسه اهلك اهلك يعني اهلك هدول كيف فيك تكوني بامان واهلك بخطر؟ كيف فيك تنامي على مخده واهلك نايمين بالشوارع؟ ما ما فيني افهمها انا لهي لهي المعادله ما بقدر افهمها مو بقى منشان بس مهنه الصحافه باحدى المسرحيات بتقول فيروز بتقول ترى اللي بيندفع حقه ناس هو اغلى من الناس؟ تسال هذا السؤال كانوا عم يحكوا عن الحرب اللبنانيه يمكن وقتها بس الوطن هو اغلى من الناس لا نستمر لكن بدنا الناس طبعا. اليوم في كثير صحفيين طلعوا عم نحكي بفلسطين واختاروا الامان شو رايك بهالموضوع اليوم في ناس عم تلومه انا شخصيا مم. ما بلوم حدا كل حدا فينا خلق وعنده تجربته وحياته وتربيته صار عنده مقدار ما من الشجاعه ومقدار من الجبن ما فيني خلي كل الناس يكونوا شجعان ليش في ابطال بهالدنيا؟ الدنيا ليش بتقولي عن معلش وان كان بيشتغل بمحطه انا ما كثير بستنظفها الصحفي وائل ليش بتقولي عن وائل بطل. انه بطل بطل لانه بدك تقدمي شيء هلا هون بترجع للشخص هو وحساباته جبنه شجاعته اولوياته انا بقول عن وائل دحلو انه بطل بس اللي طلع ما بقول عنه بطل بكل بساطة هذا تمن أي تمن جبان ممكن يكون ع... ممكن نقول ال... بالمجالس الخاصة إنه جبان بس بالعلن ما بقول إنه جبان <applause> <applause> نحن هلا قلناها يعني تقريبا ممكن رأيي الشخصي بس م. أنا ما بحب وصف الناس يعني ما بحب أو أشتم خليني أقول لك إنه خلاص بعتبر إنه كل حدا حر ب... بقناعاته هي قناعات القضية كلها مبنية على قناعات وإيمان طب. عندك قناعة وإيمان تبقي وبتضل إلى الأخير مهما كانت الثمن ما عندك قناعة وإيمان وشجاعة تطلعي طب رأيك اليوم فكرة القومية العربية ما زالت مستمرة ولا انتهت؟ القومية العربية طالما نحن كلنا بنحكي لغة واحدة وتاريخنا واحد ما بتنتهي أكيد ما هلا بجوز في أحزاب تحمل او ترفع لواء القوميه العربيه تفشل وتنتهي وتصير بلا معنى ممكن ممكن هذا وهي حسب الاراء ولكن القوميه العربيه اكيد لا تنتهي اكيد طالما نحن الشعوب قاعدين وعم نحكي لغه واحده وتاريخ مشترك والغالبيه دين مشترك كمان كمان هذا شيء يجمع صحيح أه ما ممكن تنتهي لا اكيد ما ممكن. في شخصية عربية يمكن توفيت بتشوف لو ما زالت أو موجودة اللي كان اللي عم يصير حيكون مختلف أو يمكن أقل أنا ما كثير بؤمن بالبطل المخلص للأمانة يعني مم. إذا عم تسالني قناعاتي بؤمن بصيرورة التاريخ يعني بأحداث تاريخية صارت بقول لك بجوز لو لم تنهار الدولة الأموية مثلا لو لم يكن التطرف الديني استشرى في الوطن لو لم تحرق مكتبة بغداد لو لم يهاجم المغول لو لم يحرقوا كتب ابن رشد لا يعني هيك أما كشخص مخلص لا مرق بالعالم العربي شخصيات سياسية وثقافية وكانت ربع. موجودة بفترتها وما صار شيء يعني أنا لا أؤمن بشخص قادر يخلص أمي بأسرة لا أؤمن هاي انتهى هذا العصر من عصر من بعد زمن الخلفاء وزمن الرسل و... وانتهى نحن هلا بعصر الانحطاط اذا بتحبي تسميه الانحطاط الاخلاقي كل شيء على كافه المستويات امم طب وبعد كل هالازمات اللي مرينا فيها اذا بنحكي حروب زلزال وباء كيف علاقتك اليوم مع الله وبالدين؟ هل ما زال عندك ايمان؟ حسب اه ايمان بالله اكيد انا مؤمن بالله يعني معني ملحد اطلاقا ولكن بتقلي لي هل تؤمن باللي عم طريقه تصدير الله بعالمنا وببلداننا؟ بقول لك اكيد لا مؤمن بالله ايه بس ولكن اللي عم يحاولوا يوصلوا له شو شايف عم يتصدر يعني اليوم؟ عم يتصدر شيء ما بيشبه ما بيشبه شيء سماوي، شيء بيشبه البشر اكثر يعني اللي عم يحاولوا يقولوه هو ما بيشبه الله بيشبههم الهم لانه في قصص الله اكبر بكثير منا عم يحاولوا يقولوا لنا انه لا هيك الله بده اكيد لا اكيد ممكن يكون هيك يعني انا بقناعاتي م. ف... فبالتالي انا برفض اي حدا يدعي انه وكيل الله على الارض و... ويجي بده يحاكمني ويحاسبني على حياتي وأكلي وشربي وطلعتي وفوتي وقناعاتي الله اهم من هيك بكثير واكبر من هيك بكثير صحيح يعني في عندنا جزئيه فقدت ايمانه جزئيه كبيره من الناس بسبب الازمات المتكرره في عندك جزئيه صارت متطرفه جدا لانه هني بالاساس يمكن ايمانهم كان غلط بالبدايه هني ما كانوا مؤمنين بالله و وب... بقدرته انا بجزء كانوا مؤمنين بشويه مشايخ بشويه رجال دين بشويه منتفعين او لقوا انه اللي عم يقولوا لهم يا ما ما او لهيك فقدوا ايمانهم بس هو اللي مؤمن بوجود الله اكيد ما بيفقد ايمانه اذا بدنا نحكي عشان ما ام المعروفه بتبني الفن الرحباني وأعمال السيده فيروز حتى الحائط عندك يعني في جمل من اغاني فيروز لا طبعا لاهم الشعراء اللي كتبوا له ليه هالقد متأثر فيهم الفن الرحباني طبعا وهو فيروز بيعبروا عن سوريا انا شعوري انه هن كثير بيعبروا عن هذا الشعب بكل كلمه بكل جمله بكل مسرحيه بكل حكمه بكل فلسفه هن اولاد هاي المنطقه اولاد هذا الشعب وبيعبروا عنه بابهى صوره وبيعبروا عن الاشياء الايجابيه بهذا الشعب كل شعوب الارض بتلاقي فيها شيء ايجابي وشيء سلبي الاخوين رحباني وفيروز اظهروا عظمه هاي الشعوب اللي بهاي المنطقه لان شعب واحد ولكن تقسيمات عملتنا شعوب مو مشكله بس بيضلوا شعب واحد طبعا أكيد. بحسها بحسوا هويه هويه منطقه اكثر من انه ما انا مطربه عاديه ولا نو فن عادي مثل اي فن م. ابدا ابدا هو هويه منطقه امم برايك هذا سبب من اسباب حب الناس ونجاح شام اف ام؟ ممكن يكون احد الاسباب ممكن يكون احد لانه انت نحن تبنينا الفكره تبنينا الفكره اللي قائم عليها الفن الفيروزي اكثر من الفن الفيروزي واللي هي قلت لك بالنهايه هنود بيشبهونا مجموعه قيم كبيره تبناها هذا هذا الفن وهي الفلسفه هي القيم الحقيقيه للشعب السوري وبالتالي انت لما بتتبنيها تبني هي القيم طبيعي الناس تحب تحب شيء بيشبهها ما أنك شايفها بس فن وموسيقى لا لا ابدا, أبداً. ابعد من هيك ابعد بكثير من هيك, من هيك. والمتعمق بكل كلمه وكل جمله مم. وكل فكره بمسرحيه او بسكيتش حتى بيعرف عن شو عم بحكي انا وشو سبب طب نجاح شام اف ام؟ اذا قلنا جزئيه هي فيروز ورحابني. القيم اللي 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 تم تبنيها بشام اف ام هي سبب من اسباب النجاح والاهم من هذا كله هو الصدق صدق بالتعامل مع الناس والجمهور والاولويات الاولويه بالنسبه لنا بشام اف ام هو الناس وانت لما كمواطن لما بتحسي انه هي الوسيلة الاعلام تعبر عما يجول في خاطري وعن مشاكلي اكيد رح حبها م. وطالما هي العلاقه متبادله وموجوده رح تضل هي المحبه موجوده لانه نعبر عنهم نحن لهم يعني نحن وياهم واحد مو انه نحن طرفين م. عرفتي شو؟ لما بتبلش انه انت تنفصلي عن الناس وتصيري عم بوالي والناس بوالي اكيد ما حيحبونا واكيد ما حيتابعونا واكيد رح يهجرونا مثل ما انهجر غيرنا مثل ما انهجر غيرنا في ناس انهجرت بشكل عام في اعلام لما لما بطل يعبر عن الناس العالم ما عم انا شو بدي بوسيله اعلام اذا بتعبر عن عن اشياء ما ما بتشبهني عن اشياء ما بتعني لي لما بتحس بوجعي ما بتحس باللي باللي انا عم يوميا انا شو بدي فيها سمعني اغاني فيني احط اغاني وين ما كان يعني على اللابتوب وعلى الموبايل صح ولا لا طبعا اكيد دور وسيله الاعلام ليس فقط ان تحط اغاني او مسلسلات مسلسلات فيك تحضري على اليوتيوب فيك وسيله الاعلام لتحضريها بتكون تعبر عنك وعن مشاكلك وملتصقه فيك يعني وبدك بتقدم لي خدمه أنا ما قادر أحصل عليها بدونها. يعني أنا لما بدي بدي أحصل على خبر فلنكن فلنقل من خبر موثوق من أي مصدر ليش لازم أفتح شامل فهم؟ أما أنا لما ما بقدم له خبر أو خبري مانو موثوق أو مانو سريع أو مانو دقيق ليش ليتابع شامل فهم؟ بروح بتابع شيء ثاني. اليوم تأثرت كثير بصوت الإعلامية الكبيرة هي محمود. بتعتبرها هي شريكة نجاح بي يعني هي أحد ركائز شام اف ام هي شريكي في شام اف ام شريكة نجاح ما بعرف أنت بتعرفي إذا نجاح ولا لسه أنا عم نجرب ولا ما بعرف يعني كلمة نجاح أنا بشوفها كبيرة يعني أوكي 17 سنة نحن موجودين بس في غيرنا صار له 17 سنة ومو ناجح يعني الوجوه العمر او عدد السنوات هي. والاستمراريه ما له دليل نجاح لانه نجاح. في حب العالم عشان افهم هو أنا النجاح انا هذا هذا بشوفه هذا النجاح بس كمان هذا نسبي يعني انا كمدير لهي المؤسسه ما فيني اقول انه ايه نحن جماعه ناجحين انت بتقوليها وكثر خيرك شكرا بس أكيد الناس أكيد. بتقولها شكرا بس انا ما فيني اقولها امم ممكن أم تقول يعني امتى بتحس انه هاي نجاح هون بوصف النجاح ممكن أولى هلا أو ممكن بكرة ما أقول بمعنى أنه أنا ممكن أعمل برنامج يلاقي صدى ممكن أعمل أغطي تغطية تلاقي صدى بقول نجحت هون بس النجاح المشكلة بوسائل الإعلام النجاح ما كلمة مطلقة على وسيلة إعلام يعني أنت ممكن تنجحي هلا ممكن تفشلي بكرة فلهيك ما في شيء اسمه نجاح مضمون بوسيلة الإعلام دائما في متغيرات بدك تضلي تشتغلي بدك تضلي تشتغلي و... وأمتى بتنجحي بجوز لما بتخلصي مهمتك بتطلعي بتقولي أنا نجحت ولا فشلت قديش النسبة هيك أما نجاح ما في نجاح مطلق أنا هذا رأيي بس في نجاح تو أطو... انت ولا في رضا يهي. محمد. انا لما قررت انه بدي اسس اذاعه اول اسم خطر لي هيام أنا بالنهايه انا ربيان على صوتها انا حبيت الراديو سيده الميكروفون بسبب هيام هيام ما انا بس صوت جميل هيام فكر هيام كثير بتشبهنا وكتير بتشبه المدرسه الرحبانيه صحيح هيام حدا صادق حدا وفي او بيقدس هاي القيم هيام بتكره البشاعه وبتكره الاسفاف وهذا الشيء مشترك بيني وبينها ومشترك مع المدرسه الرحبانيه لهيك عم لك هي المزيج صار قيم بعدين آه اللي تحملته هيام بشام 2000 ما حدا تحمله هيام اجت نحن ما عندنا استوديو كانت تسجل على الارض تتعب وجاي من باريس يعني مو جاي من آه. بس شغوفه هي هالقد بس هي شغوفه العملة. هي شغوفه ومحبه جدا ومخلصه جدا ايه فينا نحكي كل حلقه عن هيام اذا بتحب يعني بس هي حدا كتير قريب لدرجه ما فيكي توصفي انه كلمه صديقه فقط هي صديقه بمحلات هي ام بمحلات اخرى هي اختي هي ابني بالنسبه لي بمحلات يعني احيانا بحس انه عم وجه لها نصيحه مثل عم لها نصيحه لبناتي مثلا واحيانا بتكون مثل الام هيك يعني هي شريكه بكل بكل الحالات الاجتماعيه اذا بدك في دمشق. هي محمله بصوتها هيك رساله سلام من دمشق لكل العالم يوم انت بتشارك هذا الحب لدمشق وسوريا بس اذا اليوم قلت لك وخيرتك مدينه بتختم فيها او تعيش فيها تختم فيها تقاعد يعني ايه تقاعد شو المدينه اللي بتختارها يعني دمشق ولا بتختار خارج سوريا ولا بتختار الضيعه جايبو انا طالما اعمل في دمشق يعني انا بحبها كثير للشام م. وبحب السكنه فيها بس في حال تقاعد واكيد بختار ضيع جايبول آه، عيونك لمعوا ليه؟ <applause> آه، ما بعرف بس بعرف شيء يعني في مشاعر بحسها لما بوقف على البلكون تبع بيتنا م. بحس بطمأنينة روح ما بحسها بأي مكان بالأرض ولا حتى مثلا بالمناطق المجاوره يعني مثلا انه جبله، طرطوس، حلب، حمص، دمشق ما بحسها بس بجيبوه بحس روحي بترتاح هنيك. مم. سكينة. شعور غريب آه ما بحسه من مكان فلهيك هي الخاتمه رح تكون ان شاء الله هنيك. ما ممكن تكون خارج سوريا؟ اكيد لا. اكيد لا، ما ممكن. حاولت طلعت يعني انا سافرت كثير ونحن بسبب ظرف بالعائله هو جزء من بيتي موجود بالنمسا يعني جزء من عائلتي موجوده بالنمسا بسبب ظرف قاهر يعني فبطلع على النمسا اولادي ومدامتي موجودين بس ما قدرت تعيش فيها عشرة ايام وخلص بيرجع، ارجع ما ما بقدر بكل فترة الأزمة استمريت بالعمل وبإيدي في شي مش مرة تعرضت للتهديد أو الاستهداف لك شي مم. اللي ما ممكن أحكي في شغلتين ما ممكن أقول إذا صاروا أو لا هني إذا تعرضت للتهديد والاستهداف والثاني اجاك عروض انه مشان هذا السؤال اللي بعده انطروا <applause> هدول اللي ما ممكن جاوب عليهم لانه انا من كتر مو, الشباب البركي ما شاء الله اللي بقيوا بالبلد واشتغلوا هلكونا فيهم، انا تعرضت للتهديد والاستهداف، انا اجاني عروض ما بعرف كم الف دولار، انا فانا حتى لو صاير هذا الشيء انا ما حاحكي فيه لانه انا بفكر بالخلفيه شوي انه انت انت عم تمنين بلدك بهي الطريقه. اذا انت بقيت واشتغلت كرمال حدا فهي مشكلة إذا بقيت كرمال بلدك واشتغلت مفروض ما تفتح ولا بحرف لأنه في ناس حبت تبيع على القصة إنه إيه نحن صمدنا بدنا مقابل لا أنا ماني هون وكتير في إعلاميين طلعوا صرحوا إنه استهدفوا أنا ماني هون. و... هون أنا ما صمدت كرمال ما صمدت كرمال حدا أبداً انا صمدت اذا اسمها صمود اذا بتسموها صمود صمود طبعا انا بقيت خليني اقول لك انا بقيت كل من في سوريا صامد يعني اوكي بس يعني انا بقيت كرمال سوريا وبالتالي ما انا ما بدي اقبض حقها ما بدي لا حمدا ولا شكورة ولا فلوس ولا شيء فهيك هذا الموضوعين ما رح احكي عنهم اسمحي لي <applause> لا خلص ما عاد فيني اسالك اكثر من هيك كان في لك عدة لقاءات مع الرئيس بشار الاسد اللقاءات الخاصه شو ال... شو سالته انا ما ك... ما في لقاء بس انا والسيد الرئيس يعني لقاء خاص كان دائما اللقاءات تكون هي مجموعه من الاعلاميين والمحللين كون انا من ضمن الموجودين اكثر من مره سالته اسئله مختلفه يعني كنت شوف شو يسالوا الزملاء واحيانا يكون خاطر لي سؤال ينسال فاسال شيء اخر يعني حب هيك اعرف راي سيادته بهي القضيه بهي الموضوع بوقتها يعني حسب كل وقت كان يصير فكنت دائما اي شيء بيخطر لي كنت اساله مره من المرات سالته عن كان صاير الازمه الخليجيه بين قطر والدول الخليجية لما صارت الأزمة الأخيرة بين قطر والسعودية من سنتين ثلاثة ما صار زمان يعني كثير فوقتها سألته إنه نحن ممكن نستفيد كسوريا يصير في خرق من هالنواحي هيك يعني, يعني عم أقول لك بتكون أحداث صايرة بوقتها يعني الحلو بال بهاي اللقاءات إنه ما في شيء ما في شيء ما بتقدري تسأليه للرئيس ما في شيء شو من كان شو بيخطر لك اي اي موضوع حساس حتى سيادته بيقول لك اسالوا اللي بدكم اياه منتهى بتحسي حالك حره بالحديث وفي اريحيه مطلقه هذا الشيء اللي موجود فوق لما بنقعد مع السيد الرئيس هذا ما بتلاقيه مع اصغر موظف بسوريا مع اصغر مسؤول بسوريا ما فيك ما في يكون اريحي ما في يكون ما في جاوبك ما في يشفي لك غليلك باي سؤال ما في يكون واضح وصريح باي شيء ما بتلاقي هي هي اللي دائما نطالب فيها انه يا اخي هي المنهجيه بالتفكير لماذا لا تعمم على كافه دوائر الدوله حتى الوزراء والمدراء وغيرهم ليش ما بيكونوا كلهم هيك كثير بتريح كتير مريحه حتى لو كانت الامكانيات ما بتقدري تعملي فيها تغيري كثير يعني بسبب الظروف بس تكوني واضحه وصريحه بتريح الناس طيب وزاره الاعلام او غيرها من الوزارات وين برايك المشكله لما عم يقدر يكون في تواصل سهل في بصراحه اتوقع انه المشكله انه ما في قرار انه هذا الاعلام اللي اسمه الاعلام السوري ياخذ دوره الحقيقي يبدو هيك انه في خلل بهي بهي الجزئيه انه ترفع السقوف والخطوط الحمر ويسمح للاعلام بانه ياخذ دوره الحقيقي بيوفروا امكانيات للاعلام، الاعلام بلا امكانيات ما في يشتغل يعني اوكي بيجاهد شوي بيمشي حاله بس بده امكانيات بده امكانيات وبده قرار بده حريه إذا ما توفرت هي الحماية بنفس الوقت أنت كمان بدك تحمي هدول الناس طب اليوم شام اف ام قد ايه عندها مساحة من الحرية؟ معنى كتيرة بس يمكن أكثر من غيرها ليه؟ يمكن لأنه بس مو مو أكتر بكتير يعني ما تفكري إنه إنه يعني الفرق كتير هائل يعني أوكي في فرق بس هي قصة إدارة يعني بصاحب القرار بالوسيلة الأعلام هيك قضايا تتعلق بصاحب القرار أنه هو كيف بيشوف رؤيته يعني بيستعمل يوسف مفروض أنا صاحب القرار هون يعني أنت كنت عاطية هذه المساحة أنا 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 المساحة اللي موجودة حالياً هي أقل بكثير من المساحة اللي أنا بطمح لها أو حتى إذا بدي مو بس بطمح لها من اللي اشتغلناها في فترة من الفترات اللي هي الفتره من 2011 حتى 2014 انا بشوف العصر الذهبي لشام أفهم هو هذيك الفتره لانه كان في حريه كان في حريه اعلام حقيقيه يعني بشام اف كنا نطرح مواضيع غايه في الجراه وغايه في المسؤوليه مواضيع بتهم كل المواطنين من من كل النواحي مواضيع سياسية بس كان كنت تلاقي كان في شخصيات تلاقي شخصيات معارضة وهم ما كان في رقابة شديدة على لا 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 ما كان في بس هيك كان في عم لك في مسؤولية يعني كنت تسمعي آراء المعارضة اللي موجودة وطبعا بطبيعة الحال آراء الموالاة وآراء الناس الوسطيين اللي ما هيك وما هيك هلا هذا الشيء انتفى انتفى مو لأنه نحن ما بدنا نعمله لانه يعني فعلا ما عاد موجود صار في حاله تطرف عند كل الاطراف واذا بدك مو تطرف الغاء انت وسيله الاعلام هي انعكاس لما يجري في المجتمع بالنهايه فهلا مثلا ما بتلاقي معارض بيحكي كلام متزن يعني انه معارض أو حقيقي أوه. ما بتلاقي موجود بالبلد بتلاقي ناس معارضه اسمهم معارضه ولكن الغائيين واقصائيين حتى ما بيقبلوك لمجرد وجودك داخل سوريا مجرد انك انت موجوده داخل سوريا غير مقبوله خلاص انتم جماعه في النظام هيك هيك في فجوه صح. هيك. والناس المعتدلين بطلوا ما, ما عاد موجودين يعني بصراحه صار في صحة صار حاله من التطرف والتشنج ما انا ما انا لطيفه ما انا لطيفه وما بتساعدك على العمل الاعلامي يعني وانت بالنهايه في شخصيات بتطلع تطلع تناقش هن الماده اللي هن الماده بدك تخرجها ما عليك. كثير بتلاقي كثير قلال اللي, اللي بقيانين واللي موجودين وحتى هن ما كثير حابين عم يح... عم يحسوا باللا جدوى يعني لما بيطلعوا يحكوا بنقول لهم من... خلونا نطلع لك دخلك شو بدك تستفيد من هذا الحكي يعني عرفتي كيف؟ فصارت القصص هيك بهي الطريقه نزل السقف كثير و ما حدا اجى قال لنا تعالوا نزلوا السقف مشان نكون واقعيين وامينين يعني ما صار هذا الشيء ما حدا طلب مني انه تعال نزل السقف اذا بدي لل 2016 ما اجاني ولا تليفون انه ليش هيك عم تحكوا بس كان الجو غير مختلف مختلف عن جو هالايام يعني امم وكمان يمكن انت قلت نحن هلا بعصر التفاهه والانحطاط ب... هي م. كمان يمكن لعبت دور لعب دور الوضع الوضع الاجتماعي حتى اللي ضاغط حاليا الما اللي ضاغط حاليا ليس الموضوع السياسي الاقتصاد نحن كوسيله اعلام بتلحقي الناس كمان شو بتحب هل اللي ضاغط الناس هو الحاله المعيشيه فقط يعني بتجي بتقولي لهم <applause> بيقولوا انه ليش ما بتطالعوا محللين سياسيين مشان ما ام؟ بقول انه لانه شو بده العالم ما بتهتم بهذا الحديث حاليا، فانت بدك تروحي تشوفي الناس شو بدها. فعلا ما عاد يهتموا بالسياسه ابدا ولا عاد يعنيهم هذا الامر، الناس همها اكلها وشربها ومعيشتها. او ترفها لا تنسى <applause> بس ما عاد اهتمت بالقصص السياسيه لانه اي شيء بطول بالطول مدته انت بتعرفي انه خلص يفقد البريق تبعه شو ما كان يكون يعني علما أنه بالفكر الحقيقي أنه كل ما يجري في هذه البلاد سببه سياسي يعني أو السياسي هي إلى دور كثير كبير فيه ايه بس الناس ما عاد تهتم لأنه يعني صار في عندها أشياء ملحة أكثر وضاغطة أكثر وهي الموضوع الحياتي والمعيشي شام أف أم يعني خرجت إعلاميين مهمين متمكنين ونعطتهم مساحة وبلشوا يشتغلوا بمؤسسات إعلامية مهمة نحكي بالخارج، بالوطن العربي، في اليوم حدا نكر فضل شام اف ام من الاعلاميين؟ بتعرفي شو يعني بظن شام اف ام عمرها ما نطرت انه حدا يقول شكرا لشام اف ام بالنهايه زملاء كانوا موجودين آه اجوا هن قدموا كثير بشام اف ام، وقدموا لشام اف ام، وقدموا للمكان واستفادوا من المكان، يعني آه هن عطوا شام اف ام وشام اف ام عطتهم وبالتالي القصة ما بدها انه فضل ومنية انا هيك بشوف بس بالشكل العام لا ما ولا حدا طلع من هون ورمى حجرة مثل ما لا تشرب من بير وترمي فيه حجرة ما حدا طلع ورمى حجرة وبالمقابل شام اف ام كثير بتشوف حالها بالشباب اللي طلعوا من عندها انا كثير بنبسط لما بشوفهم باماكن تليق تليق فيهم وبقيمتهم وبالشيء اللي تعلموه بهذا المكان أه كثير بكون سعيد انا بعكس بجوز باقي المدراء لما أه لما بكون عنده شاب متميز وبقول له استاذ اجتني فرصه عمل بمكان الفلان. انا ما بقول له لا بدك تترك ما بقول له تعال شو المكان لشوف اذا المكان مرتب وبيرفع الراس بقول له روح الله معك اما اذا راح على مكان لا يليق صراحه بزعل منه من مين زعلان طيب؟ زعلت من كذا حدا بس آه زعلت من خياراتهم؟ ايه ايه زعلت من خياراتهم لانه فعلا في خيارات آه انا انا بشوف الشخص انه يستحق اكثر من ذلك عرفتي شو؟ يعني انا بجوز بنظري لانه مثل ما بيقولوا تربايتنا فكنت حس انه لا بدي اياه بما يليق فيه خلينا نقول على مكان ثاني واقع الاعلام بين الامس واليوم قبل الاعلام كان رساله اليوم صار بزنس برايك هذا تطور للاعلام ولا لا يجوز او تخلف اكيد ما تطور اكيد ما تطور لانه اذا بدنا نفوت بالشق المتعلق بالبزنس او انه العمل الاعلامي لاجل المال فقط كارثه كارثة حقيقية على الإعلام هي اللي عم نشوفه آه غير مقبول، خليني أقولها بس لهي له جملة لطيفة أنه غير مقبول. آه... الإعلام شيء واللي عم نشوفه شيء آخر، ما <مع> له علاقة شو عم نشوف اليوم؟ تفاهة وسخافة وقلة أدب وسيكس يعني شو دخل السيكس بالإعلام ما بعرف اليوم مفهوم خلينا نقول مشاهدات لانه هي ما له علاقه بالاعلام قل لي مشاهدات بقول ايه بقول إيه لك يمكن عم يطرح فكره ما انا متناقشه قبل طريقه طرح الفكره ايا تكن الفكره شو ما كانت الفكره في الى اصول لطرح الفكره ما بتطرح هي بطريقه ساذجه وبعلو... بعنوان براق وملفت للمراهقين ولل والمكبوتين اف. انت هيك شايف هلا مين 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 بيغري هيك عناوين وهيك كلام الا المكبوت جنسيا حدا مرتاح بيقعد بيهمه هي السخافه اكيد لا ونص ثلاث ارباع الشعب العربي مكبوت جنسيا للاسف يعني بس هي آه مشكله استاذ سامر يعني نحن عم نحكي اذا عم بدنا نقيس بالارقام فالعدد كثير كبير طبعا وممكن كثير ناس تفوت تسب تفوت تلعب بس شتائم فقط شتائم وهن ما عندهم مشكله بالشتائم مشاهدات ليش صار البزنس هو الاهم انت المشاهدات طالما بتجيب لي مصاري ما عندي مشكله حتى لو فتوا سبيتوني بالعكس بينبسطوا اذا اثاروا الجدل او اذا في ناس ثبت وناس مدحتوا هذا كله خير فشوفي انت التارجت اللي حاطه براسه هو الفلوس ما عنده هدف اخر لا يعنيه حتى مو بده يحكي سكس هو مو لانه حابب يحكي سكس او حكي يحكي مواضيع محرمة أو زائد 18 أو أو لا 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 هو مو هدفه هذا هدفه الفلوس مصاري فأنت طالما شخص ماشي وهدفه المصاري تتوقع منه أي شيء أي شيء إذا خفت مشاهداته ممكن يعمل شو ما ما بيتخيله مخك يعني مش هنجيب مصاري يعني اليوم بتشوف الإعلام اللي بيطلع يعني بيغير اسلوبه بالتقديم لحتى يعمل ترند او هي غلط؟ ما حدا ضد الترند الغلط هو انت شو الهدف من اللي عم تعمله؟ بس اللي الهدف تبعه وانا بقول لك شو الغلط اذا هدفك فقط المال ما حدا منا بيكره المال، مين بيكره المال؟ بس ما يكون الهدف المال اوكي اذا صار في مال آه كلنا بنكون مبسوطين وكلنا بحاجه المال بس يكون انا التارجت تبعي فقط فلوس بعمل اي شيء كرمال جيب فلوس هون غلط هون اكيد حاتصرف تصرفات حتسيء لالي ولمجتمعي ولا ولا وللاعلام بلدي اذا بس هدفي فقط المال وعم تشوفي انت عم تشوفي اللي, اللي عم يصير على السوشيال ميديا السوري خليني ما مقبول ما ما بتلاقي حدا بيعمل اي اكشن يعني انت يا جماعه والله في شيء عم يسيء لصوره بلد في شيء ما منطقي بس هو ما كان ما بينضبط بينضبط انا بدي اسالك سؤال كيف ما بينضبط لما انا بدي انزل اعمل لقاء ما هي الفكره بالمنصات اللي كل يوم بفرخ عشرة ما بتعرف يونك. طبعا وطبعا كلهم كوبي بيست عن بعضهم يعني هدول كيف عم ينزلوا يعملوا لقاءات بالشوارع؟ هدول كيف عم ينعطوا تراخيص انتو طيب مو تلفزيون نحن مو إذاعة مرخصة صح نحن صح. إذا بنزلنا نصورنا بالشارع ألف واحد بيوقفنا صح. طيب هدول كيف عم ينزلوا مين الجهة حاولنا كثير انه حكينا مع وزاره الاعلام انه يا جماعه في شيء في شيء غ... خارج عن اللياقات يعني عم بيصير شو كان الجواب؟ انه مو شغلتنا انه هدول مانن اخذين ترخيص مننا اي حدا فيه يستخدم موبايله اليوم بكل بساطه بيدفع قرشين لاي حدا بيجي ليوقفه بيدفع له قرشين وبيمشي وما في من ما في حدا اتخذ قرار بضبط هذا الشيء ما بعرف شو بيسميه هو شيء ما بعرف شو اسمه يعني <applause> بيسموه حالهم هن بعض بيسموه حالهم اعلاميين وصحفيين منشان ما نكون نتمنى كمان يعني سوداويين مو كلهم بنفس السويه اكيد في في منهم عم يشتغل شغل محترف مقبول نهاني. وجيد يعني مشان ما نكون منطقيين لا احنا عم نحكي عن الغالبيه السيئه ما عم نحكي عن الندره الكويسه خلينا نحكي اليوم اعلاميا مم. اذا بنحكي على المستوى السوري الاشهر والابرز مصطفى الاغا بتشوفه اهم اعلامي سوري؟ بشوفه اعلامي مهم بس ما له امم نضال زغبور صرح انه هو بيعتبر حاله اهم محاور في سوريا كثير حلو كثير حلو كثير حلو الثقه بالنفس كثير حلو الواحد يشوف حاله بمكان جيد الاحلى انه الناس تشوف يعني انا برايي من شوي سالتيني انه عن نجاح شغله فهمت لك هذا بايد الناس وأنا ما فيني اقول فانا انا من من هالمدرسه تبع انه انا انت ما تحكي عن حالك خلي الناس اللي تحكي عنك هلا هو من غير مدرسه اوكي فليكن طب مين اهم محاور اليوم بسوريا اهم محاور بسوريا انا ما عندي هي الشخصيه اللي هي فيني اقول لك انه اهم محاور مرق بسوريا انه محاورين كثير مهمين مرتبين مثلا مروان صواف تذكروا كلنا بنتذكره كان محاور جيد ومرتب جدا آه وهيك بيعب أسئلة بتعبي الراس مثلا كان في توفيق حلاق بالزمانات إذا بتذكري بزمان عمل لقاء مع, مع فيروز مثلا بس إذا نحكي بهالعصر هالعصر عشان. نحن بفترة اللي اللي صار فيها الإعلام بسوريا فقط هو هدفه أنه يحاوروا بس بقضايا محدودة يعني ما إذا بتنتبهي اعلامنا او الاعلام ما فيها هي المحاورين اللي بيكونوا منوعين انه حدا مختص فن فقط حدا مختص اجتماع فقط حدا هلا بتشوفي بلبنان بتلاقي كل حدا له ستيل سياسي بيطلع سياسي كل حدا له اختصاص هلا عندنا صارت القصه شوربه شوي الفن مع السياسي مع المجتمع مع نتيجه اللي حكيناه انه هي تردي وضع الاعلام السوري بس لا شك في كم اسم كويسين يعني انه يعني في كذا حدا جيدين عندي يعني بشوف بالسياسه مثلا احيانا نزار الفره م. بالخدمي جيد عدي منصور ممتاز رغم انه جديد هشام اف ام هناء الصالح رشا الكسار بالسياسه اليسار كمان انه بالسياسه بس انه ما في هيك انه ليش؟ لانه امتى بيلمع المحاور؟ امتى بصير نجم خلينا نقول امتى؟ بكون في ظروف من الحريه والامكانيات و و يعني في ظروف كثير لازم تتوفر ليصير نجم طيب مين اليوم عم يقدم ترند رخيص؟ كتار كتار وفي منهم كانوا مهمين يعني انا في في اسم انا كنت دائما احرص اني اشوف حلقاته عم حس هلا انه رايح باتجاه تريند سيكس فقط لا غير مالك مكتبي اللي, اللي انا كانت صدمتي يعني انا كنت احب اللي اللي يشتغلوا واللي يناقشوا عم شوفه على السوشيال ميديا بشيء كتير رخيص بصراحه اف يعني مالك طبعا اثبت نفسه وانا عم اقول لك حدا أوه. مهم كان بس اليوم شايفة عارف عم يقدم تريند رخيص ايه اللي عم مؤخرا هي, هي اخر سنه آه ما بتذكر ما عم شف له شيء الا له علاقه بالسكس وتفرعاته طيب يمكن هون ما بتعتبر هون انه هو غير الاسلوب لحتى يمشي مع السوق والعصر بس ما بصير انت تغيري يعني تغيري اسلوب ما هذا ما اسمه تغيير اسلوب اسمه تغيير كل منهجيه التفكير ما مو تغيير اسلوب هذا يعني هذا صار اكثر من تغيير اسلوب انه يعني كيف كيف انت باسمك اللي بنيته كل هالسنين ممكن تعمل هيك صراحه انا انا بستغرب امم يعني. حنرجع نروح على الساحه اللبنانيه لاحقا بدي احكي مثلا عن اعلاميين باسل محرز يا منذيب وعطيه عوض اللي كان بشام اف ام ايضا حققوا شهره ومتابعين جدا بسوريا اليوم برايك شو الصعوبات اللي عم تواجه اي اعلامي سوري ليتميز وينعطى فرصه برا نفس اللي حكيناه عن الشبيبه تبع الشباب المقدمين بالتلفزيونات يعني نفسه بينطبق عليهم اللي هي بدك امكانيات حقيقيه وبدك هامش وسقوف من الحريه لحتى تقدري تلمعي بدك بدك تكوني بصراحه بغير هذا المكان لانه هذا غير متوفر في سوريا حاليا بس مع انه هن معاليين سقف الحريه ببرامجهم بس ليه ما عم يتاخذوا طيب؟ ما كثير معاليين سقف الحريه ببرامجهم اول شيء هن بيتوجهوا دائما باشياء محليه اذا الاسماء الثلاثه اللي حكيت لي عنهم واللي هن اسماء مهمه بيتوجهوا على قضايا محليه ما 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 بيتعاطوا بقضايا عربيه اكثر عرفتي شو وبالتالي المكان الطبيعي لهم هي وسائل الاعلام السوريه صح ولا لا الوسائل الاعلام السوريه وينها؟ ما في وين لا تتبنى هالاسماء ما في ما في ما يعني ما في ما موجود شروط بوسائل الاعلام السوريه لصناعه نجم سوري ما في هيك شروط بيستسهلوا ممكن يجيبوا نجم جاهز وخلاص وبلا ما نتعب يعني. جانا يعني اعلاميين موازين لمنى شاذلي سامي كليب رابع زياد هشام حداد هلا حاليا وكل حدا بمجال انا اعطيت اسماء هلا حاليا برامج سياسيه ترفيهيه كوميديه هلا الغالب عندنا المقدمين اللي فيك تعتبريهم انه جيدين هن بالسياسه غالبا بسوريا يعني اما لا بصراحه لانه في هيام بس هي م... يعني راديو, راديو وبتعرفي وفي في الشباب اللي ذكرتيهم بس كمان ما لا ما, فيك تعتبري انه يعني هن الاسماء اللي ذكرتيها اسماء كثير مهمه على مستوى الوطن العربي مم. لا ما فينا ما في وجه للمقارنه الامانه يعني طب التقديم السياسي اذا بنحكي على الساحه اللبنانيه بين سامي كليب مارسيل غانم، جورج صليبي، مين بتختار بينهم؟ الأكثر منطقية سامي أكيد، سامي الأكثر منطقية وحرفية. جورج يعني بيتابع بس بحس إنه إمكانيات كثير أقل مثلاً من مارسيل، إمكانيات اللي اللي عند جورج صليبي أقل بكثير بس بضل مقبول نسبياً. مارسيل حدا يعني انه هو قديم وشاطر ويقال انه هو يدرس مم. اعلام باحدى الجامعات اللبنانيه كيف تشوف تقديمه بهالسنوات الاخيره مثلا؟ انا شخص اخر مختلف ما بشوفه ما بشوفه اساسا اعلامي ولا منطقي ولا شيء حدا طرف بيحب يجيب يهزئ الطرف الاخر ويتمسخر على الطرف الاخر يعني هو متبني طرف عرفتي شو؟ هو معروف معروف هو شو الجهه السياسيه اللي بتبنيها وبلبنان دائما هي مشكله لانه الغالبيه مؤطرين ومحذبين وتابعين لاطراف لاطراف متناحره يعني. صحيح. كل محطه لحدا وكل تلفزيون تمويله شيء وبتعرفي انت ما فينا يعني نحكي بالقصه، بس انا بالمنطق ما فيني احضر لمارسيل. امم و... طيب ولمين اليوم هيك قشقت على الشاشه؟ قشقت تشوفه؟ رغم انه جزيل خوري الله يرحمه الله يرحمه كانت آه آه الى موقف سياسي ومعادي لسوريا يعني بس كمقدمه انا ما بشوف مثلها شوفها الافضل يعني في حوارات, حوارات في حوارات انا آه كنت شوفها ولهلا بس شوفها بستمتع فيها عملتها كان اسمه حوار العمر من اجمل ما قدم من اجمل ما قدم كثير كان في حرفني بالشغل اللي كانت تشتغله مثلا من الاسماء اللي ذكرتها لجزيل الله يرحمه انت ليه بتحب تشوف ماجي فرح العالم بتحب يجب. تشوف ماجي فرح لما براس لما بتحكي عن الابراج مم. انا ابدا يعني انت بتحب ماجي ابدا مو هذا السبب اللي بخليني احبها لماجي فرح ماجي فرح حب بحبك اعلاميه هي من اشطر الاعلاميات اللي انا شفتوها كتير شاطره وانا شايف لها لقاءات كثير وحتى بالحوارات معها لما بتحكي آآ بدون فلك وابراج حدا كتير فهيم حدا كتير تعبان على حاله يعني م. ولما حتى بتنسال بالاعلام كمان حدا كتير فهيم يعني بتحب ترجع تشوفها عم تقدم أكيد. برنامج حواري. اكيد <applause> اكيد حرام يعني نخسر تخسر نفسها بالابراج انا هذا رايي بس طبعا هي بتعرف شو مصلحتها اكثر بس يعني هذا رايي انا بحبها كثير لما اجي كاعلاميه بحبها كثير نحكي شوي عن الموسيقى يعني انت مثل ما قلنا بتكن الحب والاحترام كبير لفيروز زكي نصيف وكثير اسماء غيره هذا اللون اذا هيك خيرتك بين صباح الشحروره وفهد بلان مين بتختار؟ على ما صباح اكثر امم حرام المقارنة يعني صباح أرشيف ضخم جدا يعني نحن اللي بنعرفه من أغاني المرحوم فهد بلان اللي اللي انتشروا يعني بيطلعوا 10 15 أغنية بجوز أو كذا صباح عنده تاريخ يعني تاريخ صباح صباح عظيمة جدا عظيمة عظيمة وصباح ما يعني أنا شخصيا ما تعاطفت معه بشكل كثير كبير بعد وفاته أثرت فيني كتير نهايتها ليه؟ آه صباح يمكن هي من من اكثر اكثر ال... وحده آه فتحت لأبواب الدنيا صح اغرقت بالهدايا والعز والجاه وشو بدك والحب والشهرة الدنيا كانت كلها تحت امره صباح وانتهت نهاية على حالة. على سرير اوتيل ببيروت وكثير محزن النهايه كثير يعني ما بعرف بس بحس انه بتخاف من هي الفكره من هيك بشكل نهائي لا بقول لك ليش لسبب وحيد انا اول شيء انا وضعي كمدير اذاعه غير وضع فنان مشهور الدنيا كلها كانت بامرته يعني والدلال والغنج انا شخص ماني ماني بهي الشهره انا غير معروف الا بالوسط بالوسط يعني وبالتالي انا كان اهتمامي الرئيسي بالاضافه لعملي هو عائلتي انا مهنتي ما اخذتني من عائلتي وما رضيت انها تاخذني من عائلتي ابدا وبالتالي انا عندي اولاد وعندي اهل يعني ما راح اكيد انتهي بهالطريقه صباح اخذتها المهنه اخذ المجد والشهرة آه يعني حتى اولادها ما عاشت معهم كما يجب كأم يعني بعكس فيروز صحيح فيروز مم. رغم المجد والشهرة طيب ما اخذها ما طيب اخذ من عيلتها واولادها لا صباح الله يطول لحقت المجد والشهرة مم. وتركت كل شيء صح آه فكانت نهاية محسنة انا بزعل كثير جدا مم. مم. انت حدا متاثر بالموسيقى وبتحب تسمع اختار لي اغنيه بتشوفها بتعبر عن الوضع الحالي من هالاسماء الكبيره هلا انت فاجاتيني بالسؤال بس دائما هلا بهالفتره عم يخطر لي بكره بيخلص هالكابوس وبدل, وبدل الشمس بتضوي يعني انا هيك عم دائما عم عم غنيها بيني وبين حالي لاني يمكن متامل انه يخلص هالكابوس بقى لانه فعلا طول وكابوس كثير كثير سيء ما رح اقول غير اكثر من هيك بتمنى يخلص فيمكن هيك خطرت لي اول مرة لا حلوه اي متفائل كمان كنا بنتمنى طب برايك اليوم من مغنيين على الساحه السوريه مين سواء سوريا او لبنانيه من الشباب مين هيك أمي الصوت بالنسبه لك؟ هلا اللبنانيه عندهم اكثر عندهم اكثر من عندهم طبعا عندهم شباب كثير وصبايا اظراف جدا بالغناء نحن اقل يمكن نحن عندنا نصيف هلا انا نصيف وفي حسام جنيد وفي حسام علي الديك حسين الديك بتحسيهم ستيل ما ما قدروا يطلعوا شعبي. منه ما قدروا يطلعوا منه يعني هني. م. وانا بستغرب ليش ما قدروا يعني المفروض خلاص انه نغير شوي الفن الشعبي باخر فتره صار في لغط يعني ما بين اسماء مثل حسام جنيد علي الديك وما بين الفن اللي بيغنوه وديع الشيخ ساره زكريا ريم السواس شو رايك بهالموضوع؟ هذا منو فن شو وجهه نظرك لهالفن؟ اه ما بتشوفه فن؟ لا لا ما عم نحكي للاسف بصراحه ما ب... ما بعرف اسمعه ولا ولا ممكن اسمعه لا... اللي عم تحكي انت اللي... عن اي اسماء عم نحكي؟ عم عن ساره زكريا ساره وريم ووديع ولا عن حسام؟ مين؟ لا حسام وعلي وحسين فن هلا بتحبيه ما بتحبيه هذا امر بيرجع لك بس اسمه فن اما البقايا اللي عم يغنوا في شتائم يمكن و بتحط لهم اغاني على الاذاعه ولا بحط لاي حدا من كل شيء ذكرتيهم طب هي شغله ملفتة بشام اف ولا ممكن تحط الأغاني لانه ب... اليوم ب... ما عم تمشي مع ذوق العالم طيب <applause> معناتها ما هذا ذوق العالم مو هذا ذوق العالم ذوق مين لك عن هي الاسماء ذوق فئة ذوق الفئة الفئة بتحب تسمع هذا الشيء يعني ما بعرف طبعا مشان ما ينفهم من كلامنا انه احنا خلطنا بين حسام بين وفيق أوليم حبيب او ريم سواس لا و... اكيد ما يعني. اكيد ما بخلط بيناتهم اكيد لا لا غير غير فئه تماما وغير وفيق مطرب صوت جميل و وبيحترم حاله حتى علي يعني وحسام اما البقايا بيحكوا حكي ما له علاقه بالغناء شتائم سبات شو بدك هذا فن والله ما بعرف اذا هذا فن يعني انت ما قرار النقابه بمنعها طبعا امم طب بتسمع اليوم اصاله؟ بتعتبرها صوت رائع وخامة؟ اهم صوت سوري حاليا بالنسبه لك اصاله؟ طبعا هي أهم, هي اهم صوت سوري, سوري. مين في احسن من اصاله؟ هلا مرة ما عم نحكي يعني... يعني عن ميادة حناوي ما عم نحكي عن جورج وسوف يعني ما عم نحكي عن جورج عم نحكي عم نحكي حاليا حاليا اذا بدك يعني هي وشيرين اهم صوتين للنساء طب ومش الشباب؟ سوريين جيل الشاب عم نحكي طيب سوريين يعني م. يعني مين في صوت بعد مياده بعد اصاله عم نحكي من جيل الشاب بقى. نساء رجال نصيف بالنسبه لك هو نصيف. اهم صوت بحب كثير صوت هذا القصير امم وفرح يوسف مظلومين يمكن شو فرح صوته بيطير العقل وهلا نفس الشيء يعني التنتين مم. اصوات جميله ورائعه جدا يعني يا ريت يا ريت يصير انتاج اللي صار لنصيف نصيف صار شركه انتاج وتعنى فيه بكل ال... بكل المجالات يعني هاله وفرح ما توفقوا للاسف، نحن عندنا كثير اصوات رائعه بس ما ما في عنا شركات من انتاج عم تقدر تطلعهم لبرا، طلعا. يعني حتى اليوم ليندا بيطار وغيرهم ما بيقدروا يطلعوا برا طلعا. سوريا لا لا هن هم بالبلد طب رأيك في عراب للاغنيه السوريه اليوم؟ بعد صباح فخري ما في وفي تجربه لازم ينحكى عنها بالاغنيه السوريه هلا في تجارب الشباب اللي هي خلينا نسميه اللون الساحلي اللي هن اللي حكيناهم شوي علي تيك وحسام وشيق حبيب والشباب آه في تجربة ميادة سيليس المرحومة و... وسمير. سمير كويفاتي آه أصدقاء عمل أغنية سورية أيوة صنع أنا هاي صنع. هاي اللي بدي أقولك في هاي التجربة هاي فيك تعتدي فيها إنه في عندك تجربة أغنية سورية طبعا مدرسة صباح فخري اللي انتشرت بكل العالم يعني بس ما عنا طب مين تعطيه هيك لقب الفنان المتكامل بسوريا؟ هلا ميادة من يطول بعمرها موجودة ميادة الحناوي بتعطيها لقب الفنان المتكاملة؟ مم. ميادة من الكبار بالعالم العربي يعني بدك أكثر من هيك تكامل أوكي بجوز غير جيل بس بالأمانة وأصالة يعني تعطيها لكل الفنان طبعا أصالة بعيدا عن مواقفها السياسية وبعيدا عن شخصيتها وهي انتهازية البنت هيك الله خلقها انتهازية فنانة كبيرة وصوت عظيم وصوت رائع شو بدي بس واضحة انتهازيتها من اللي صار بسوريا هي كل قصة اللي أراء طبعا انه خافت بس خافت وقالت لك خليني اهرب من المركب قبل ما يغرقوا ويستلموني الناس فقط هي هي القصة العالم بتاخذ لها ايدين ورجلين بس هي فقط انتهازية فقط ما في اي شيء اخر طب وبعيدا عن الغناء هلا انا بحب بالممثلين عندنا شباب بيطيروا العقل يعني نحن بالدراما ما حدا بيطلع له مع السوريين آه يعني بصراحه فكلهم بيجنوا كلهم بجنوا. يعني من الشباب اذا بدنا نقول تيم حسن قصي خولي باسم ياخور، باسم خياط ماكسيم خليل فيني اختار ثلاثة منهم لا اختار ثلاثة انا 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 شو بحب؟ انا بحب تيم تمثيل تيم بدون بحب تمثيل تيم بدون الالفاظ الترند اللي احيانا بيستخدمها بالمسلسلات بالزند وهي انا هي ما كثير ما كثير بفضلها بحب تمثيله كممثل يعني كثير بس وقتها زعجتك يعني الاعمال اللي طلعت بعصر الزند زعجتك المفردات اللي طلعت. ما كثير حبيتها يعني بالامانه ايه باسل خياط باسل خياط و... وقصي هاي عملتهم بالترتيب يعني ايه تيم باسل قصي طب ومن الجيل الاقدر؟ اذا قلنا اسعد فضة دريد لحام، ياسر العظمي ياسر العظمي وبين ايمن وغسان وبين استاذ ايمن زيدان، غسان مسعود وبسام كوسا بحب غسان كثير بس انا ما بسام كوسا نمبر 1 عندي <applause> يعني انا بسام ما بشوف مثله ممثل لا بسوريا ما عم لا بسوريا ولا خارج سوريا يعني بال... عم بحكي كعالم عربي مش شوف ما شوف حدا مثل بسام كوسا لا بصراحه مشتقنا له يا ريت يرجع يا ريت راجع السنه بتاج يمكن مع تيم رمضان القادم بكانون وتاج تاج <تصفيق> 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 أبو ومن النساء؟ كثير عندنا ممثلات بحبهم كلهم، في منهم الاصدقاء بدي اعد لك اياهم كلهم؟ بدي اسم شوفوا الاميز بينهم سواء عم نحكي اللي ما زالوا اللي بداخل سوريا او اللي بالخارج عم يمثلوا باعمال عربيه مشتركة مثل كاريز بشار من قندل افتخر من اسمه مين الك هي الفنانه هيك؟ انا ما بحب الاعمال العربيه المشتركة حسن ده. لا لكن المعربة التركية شو إذا المشاركة ما بتحبها والتركية؟ ما كمان ما بتابع، أنا بتابع سوري. امم بتابع مسلسلات سورية، يعني مثلا هلا سلافة معمار بأدواره بسوريا، فيني قارنها بدوره بالخائن مثلا، أنا كسامر يوسف ما بدي ما بتعبقى. هون هون ممثلة مختلفة تماما يعني مبدعة مبدعة بالأعمال السورية، بأغلب الأعمال اللي اشتغلتها بسوريا مبدعة. ونفس الشيء كاريس يعني ما حبيت سلاف معمار بالخائن ما تابعت ما تابعت الأماني. انا شفت هيك شوي منه للعمل لانه سلافة معمار وكان في كثير مشاهد جرأة، شو رأيك بهالامر؟ شو رأيك بوجود الجرأة بالدراما بشكل عام؟ هلا اذا ما ما عندي مشكلة بالجرأة بالدراما اكيد نحكي مشاهد حميمية قبلة وغيره من ما في مشكلة إذا بتنعرض بوقت مؤخر يعني ليش لا إذا بتخدم العمل مو جاي بس هيك فقط لل... لهدف المشاهد الجريئة يعني إذا بتكون خال... بإطار العمل رغم إنه أنا بفضل تكون بالسينما أكثر من الدراما يعني لأن الدراما كثير لأنه هم... لأنه بتعرض على التلفاز على التلفاز ف... بفضل و... إنه تكون بس هلا بهذا الزمان يعني بعد اللي عم نشوفه ونسمعه صارت هي ولا شيء قدام اللي الفضايح اللي عم عم نشوفها على الإنترنت امم شو رايك بالاعمال اللي انعرضت بهالكم سنه اللي مضوا؟ مع سوريه او عربيه مشتركه ك كعمل فني متكامل انا كثير استمتعت السنه الماضيه بالزند اه بالزند امم كثير استمتعت فيه وشفت أه... سفر برلك وما حبيته للمخرج ليث حجو ليه ما حبيته؟ ما بعرف انه كثير بحب اعماله للمخرج اللي هي كان استمرار كمان ل... كان مفترض راح الحاتم عنه اعمال الليث بتجنن اعمال ليث حجو كتير بحب شغله بس ما حبيته لهذا المسلسل ما بعرف اجبرت حالي اني اشوفه 15 حلقه يمكن هو كان ما كان 30 اجبرت حالي جبر كل الحلقة اشوفها وما حبيت ما ما عرفت ليش بس حبيت الزند هي يمكن اللي تابعتهم السنه الماضيه اسقاق الجن عربجي مربع العز كله وسط باب الحاره القديم احلى منهم كلهم باب الحاره باجزائه الاولى قد كان حلو وقد كان حكايه مسليه وبغض بغض النظر عن هيك ال... يعني كحكاية حكايه هن اللي هدول الاعمال الشاميه بحسها انه حكايه للتسلاية بعد الفطور يعني هيك انا ب... ما بحس ما باخد بجديه كاعمال دراما باب الحاره ما حدا تفوق عليه فيهم للامانه يعني ما انك شايف اي عمل عم يعمل بيئه شاميه يعمل جوده جيده لا هلا كل عم. الاعمال اللي شفناها باستثناء عملوا شكران وسلافه آ... ريا وسكينه بالشامي اذا بتتذكري آ... ورده شاميه ورده شاميه صح تابعته واخد... وكان حلو واخذ صدى كثير و... و... فعلا كان إجابي. ظريف العمل بس الحقيقه كلهم اللي شفتهم انا الاعمال أنا في منهم ما شفته وانا ماني ناقد فني بس انه عم بحكي كتجربه عم تسأليني رأيي الشخصي يعني آه باب الحارة بأجزائه الخمسة الأولى أحلى منهم كلهم أنا بحب باب الحارة القديم كثير هلا ترجع بتشوفه. بيطلع لي مقاطع على <تصفيق> <تصفيق> على السوشيال ميديا على, على ميديا ما بقف فيه بحضرهم كلهم <applause> الختام استاذ سامر <سنة، تصفيق> اعطيني عنوان بنفسك وبتتمنى يتصدر عناوين الصحف العالميه ومواقع التواصل الاجتماعي الدولار ينهار امام الليره السوريه وكل دولار يسجل خمسين ليرة سورية هذا بيعني انه كل شيء بهالبلد بيرجع رجع ل... بيرجع عافية. مثل ما كان واحسن ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله شكرا كثير استاذ اهلا وسهلا زامر. نورتونا مدير اذاعه شام اف ام شكرا كمان على الاستضافه وعلى هاللقاء نورتوا اهلا وسهلا فيكم